البقاء لله يا صافي. قلبي عندك والله. متشكره جدا، متشكره جدا يا باشمهندس، تعبتك معايا. لا على ايه، ما تقوليش كده. خلاص يا حبيبي انت وهو، خلاص انتوا مش جيتوا عزيتوها، يلا اتفضلوا طرقوا. ايه ده يا طنط، في ايه؟ بلا طنط بلا قبله، انا اسمي برلنتي هانم، واللي كان رابطني بيكي خلاص راح راح. هو في ايه؟ هو حضرتك بتتكلمي كده ليه؟ خلاص خلاص يا جيلانا، مش وقته خلاص. ودي مين دي؟ المحاميه بتاعتك ولا البودي جارد؟ مرايا مدام، ما تعملي اعتبار للموقف اللي احنا فيه، ما يصحش كده. خلاص حصل خير يا فندم. وانت مين انت كمان؟ مظهر يا مظهر. ايه يا ماما، ايه الزعيقه؟ في ايه؟ فين؟ تعالى يا حبيبي، شوف صحابها متلمين عليا وقاعدين يزعقوا لي. لا وفين؟ في بيتي. لا لا، حد كده وكفايه، البيت ده بيتي انا، لو سامحه ان اي حد يقعد فيه يقعد فيه باحترامه، عشان خاطر شريف بس الله يرحمه اللي دمه لسه ما بردش، ولا مش هيقعد باحترامه يتفضل. هو في ايه؟ خدهم بالصوت ولا ايه؟ اي كلام انت بتقوليه ولا ايه؟ بس يا ست انت وهي، ده لا بيتك ولا بيتها، ده بيت كريم ابني. ايه؟ كريم مين؟ انت بتقولي ايه؟ كريم مين؟ كريم ابني، كريم شريف هاشم. صافي صافي صافي، يلا يا عالم يا رسول الله. من كل شريف. شريف اخويا ما اتجوزش. نازل ايدك يا عم، يا عم نازل ايدك يا عم. والله انا شريف اخويا ما اتجوزش يا عم. اقسم بالله انا موريك، والله اقسم بالله انا موريك. ست الداهيه يا عم، نازل ايدك يا عم. ما تخافيش يا ماما، انا لا صاحبي ضابط اسمه اجمل هيجيب لنا حقنا ومخلوق. يلا يلا يا عم صافي، مش هينفع كده. تعالي معايا على البيت. يلا يلا يا ميزو، يلا يا صافي يلا.